لدي حل السؤال السادس من تمارين القطع الزائد في الصفحة 59. حل السؤال السادس، يقول السؤال السادس، السؤال حساس شوي، اكتب معادلة القطع الزائد المار بالنقطة 92.1 ومعادلتا مقاربيه y يساوي 2 على 3 x y يساوي ناقص 2 على 3 x. يعني بصراحة هذا الدلتا 1 وهذا الدلتا 2. اكتب معادلة القطع الزائد المار بالنقطة 92.1 ومعادلتا مقاربيه الواي يساوي 2 على 3 x والواي يساوي ناقص 2 على 3 x. طبعا جميعنا يعلم ما الذي يوصلني إلى معادلة القطع الزائد؟ المركز ومن؟ والمقاربين والمحور المحرقي. أنا لازم أعرف المركز وين بيتوضع، ولازم أعرف المحور المحرقي وين بيتوضع. أنا بكون جسدت المعادلة، بعرف مين لازم أحسب مشان عوضون بالمعادلة. في الواقع طلاب جميعنا يعلم أن نقطة تقاطع المقاربين من هي؟ نقطة تقاطع المقاربين مركز القطع. ممتاز، واضح أن هذين المقاربين معادلتهما من الشكل y يساوي mx. نعم، هذين المقاربين مستقيمين مارين من المبدأ، أي أن المقاربين يتقاطعان في مبدأ الإحداثيات، يعني مركز القطع هو مبدأ الإحداثيات 0-0 شخصياً. مركز القطع هو 0-0، إذن الحل مركز القطع هو نقطة تقاطع المقاربين وهي نقطة 0-0. ليش؟ لأن المقاربين هما مستقيمين مارين من المبدأ ضل على عاتقه أعرف ال مين هو. نعم، رسم توضيحي، سوف أرسم المستوى الإحداثي وأرسم عليه المقاربين وأعين النقطة. بتعيينك للنقطة فيك تحصر المحور المحرقي. انظروا جميعا، لاحظ لدي النقطة 9 على 2.1، 9 على 2 هي 4.5، 1 2 3 4.5 هاي 9 على 2. نعم، فاصل ناقص 1، شوف هاي هي النقطة 9 على 2.1، هاي النقطة خلوني نسميها معلش ولتكن M، معلش هاي النقطة M 9 على 2.1. بدي أرسم أول مقارب، طبعاً اثنيناتهم بمروا في المبدأ، بدي نقطة من الأول ونقطة من الثاني. إذا أخذت الإكسات هون 3، 2 ضرب 3 3 على 3 هي 2 ضرب 3 6 على 3 2، يعني بأخذ النقطة هون 3 2. نعم، المقارب الأول طلاب راح يكون هاد، لاحظ بدنا نكون دقيقين في الرسم. نعم، هذا الدلتا 1، أخذت الإكسات 3، نعم صفة الوايات 2، مر المقارب هو بهذه النقطة. والمقارب الثاني خلوني ارجع اخذ الاكسات معليش 3 نفس القيمة، طبعا بدي مر بنقطة 0-0، الوايات ناقص 2 ضرب 3 على 3 يعني ناقص 2. المقارب الثاني بدي مر في النقطة 3.-2. نعم، لاحظ المقارب الثاني دلتا 2 راح يكون بهذه الوضعية. نعم طلاب، المركز هو مبدأ الإحداثيات، انظر إلى النقطة التي يمر بها القطع الزائد، النقطة M، جميعنا يمعن النظر، القطع الزائد سوف يمر بهذه النقطة ويأخذ الدلتا 1 والدلتا 2 مقاربين. نعم نعم، سوف يكون بهذا الشكل. هذا يعني أن L من سوف يوازي أو من سيكون إل؟ أحسنتم، لا يمكن للقطع الزائد أن يكون بهذه الوضعية التي يؤشر عليها بالمؤشر ويمر بالنقطة المذكورة، أليس كذلك؟ لاحظ أنا عند رسمت المقاربين وعينت النقطة M، هذا الشيء بيعني لأنه المحور المحرقي لهذا القطع هو محور الفواصل OX. نعم، نلاحظ من رسم المقاربين وتحديد النقطة اللي هي 9.2.1 في المستوى، نرى أن المحور المحرقي لهذا القطع هو محور فواصل، خذوا يوازي محور فواصل،
وتكون معادلة القطع من الشكل القياسي هو محور فواصل، ولكن أنا خلوني أخذه نعم هو لا محور فواصل وليس الموازي. ليش؟ لأن النقل لأن المركز هو صفر صفر، وعليه معادلة القطع الناقص عفوا القطع الزائد من الشكل المختزل x مربع على a مربع ناقص y مربع على b مربع يساوي الواحد. نعم لتحديد المعادلة طلابنا علي إيجاد الثابتين a و b. لتحديد المعادلة علي إيجاد الثابتين a و b. كيف سوف أوجد الثابتين في هذه الحالة؟ نعم عيني في عندي من المقاربين. نعم من المقارب 2 على 3 هي مين؟ بي تماما من معادلتي المقاربين. لاحظ الواي مثلا أنا أخذت الدلتا 1 على سبيل المثال، معادلة واي يساوي بي على اي اكس، معناته البي على اي هي 2 على 3. من معادلة مقاربين أرى أن البي على اي هي 2 على 3. نعم ومنه البي تساوي 2 على 3 اي. خلوني اسميها المعادلة الأولى. نعم لأني في الحقيقة لازم أحصل على معادلتين بمجهولين، أنا لا أملك لا محارق لا ذرة لا شيء لا أبدا، أملك مقاربين ونقطة، مضطر أني أعمل معادلتين بمجهولين وحلهم حل مشترك. نعم من معادلتي المقاربين حصلت على المعادلة بي يساوي 2 على 3 اي، وأيضا لاحظ إذا بي تساوي 2 على 3 اي هاي معادلة أولى. خلوني أعوض النقطة في معادلة القطع، يعني 9 2 للتربيع على اي مربع، 81 على 4 بي مربع، 81 على 4 اي مربع هاي بتعويض النقطة، ناقص ناقص 1 للتربيع 1 على بي مربع يساوي الواحد، وهاي راح تكون معادلة 2. 81 على 4 اي مربع ناقص الواحد على بي مربع يساوي الواحد، وهاي هي طلاب المعادلة 2 بالحل المشترك لجملة المعادلتين 1 و 2. راح عوض الواحد في 2 مشان حلهم حل مشترك بغية الحصول على الثابتين A و B. إذا انظر أنا بدي أعيد الكلام، عوضت النقطة 9 2 فاصل ناقص 1 في معادلة القطع الزائد، 81 على 4 A مربع ناقص 1 على B مربع يساوي الواحد، وفي عندي معادلة B يساوي 2 على 3 A أليس كذلك؟ هاي المعادلة الأولى بالحل المشترك جبت معادلتين 1 و 2 وعوض 1 في 2. شوف بدي عوض الB بدلالة الـ A، واضح انه في المعادلة الثانية انا عندي بي مربع، امر بسيط اني ربع طرفي المعادلة الاولى، بي مربع هي 4 على 9 اي مربع بشيلة بعوضة بالمعادلة الثانية، انظر 81 على 4 اي مربع ناقص 1 على 4 على 9 اي مربع 1، هون 1 على 4 على 9 اي مربع. أنا أخذت البعيدين بسط والقريبين مقام، فحصلت على شكل 9 على 4 أي مربع. 81 على 4 أي مربع ناقص 9 على 4 أي مربع يساوي الواحد. نعم هذا يؤدي، نعم البسط ناقص البسط والمقام نفسه، 81 ناقص 9 هي 72، المقام واضح أنه لحسن حظي موحد على 4 أي مربع يساوي الواحد، طرفين في الوسطين 4 اي مربع يساوي 72، وعليه الاي مربع 72 على 4 والذي يساوي 18. اذا صارت بجعبة الاي مربع والتي تساوي 18، ما في داعي اجذرها لانه هلق بدي اعوضها هيك بوضعيتها هاي. نعم للحصول على بي، نعم ارى اقرب طريق اني اعوض في هذه المعادلة، نعم حساب البي نعوض في 1، يعني هاي واحد بهيئتها الجديدة. نعم جذرناها لحنا ما في مانع، نعم لحنا هون طولنا الطريقة حالنا لا مانع انه اهم شيء عم يشتغل صح. الـ A هي جذر 18، 2 جذر 3
عوضت بالخامي واحد بالواحد الموجود بشكلها الخام P يساوي 2 على 3 A. لاحظ ال P يساوي 2 على 3 ب 3 جذر 2. شوف 3 بالبصمة على 3 بالمقام راحت. ال P هي 2 جذر 2. ال P 2 جذر 2 وعليه ال P مربع يساوي مربع 2 جذر 2 يعني 4 في 2 8. الآن بعد الحصول على الA والB وعوضهم في معادلة القطاع تكون معادلة القطاع X مربع على 2 جذر 3 أربعة 18 ناقص Y مربع على 8 تساوي الواحد.